فرع شاطي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل ريفيو عن باتشات العين الكوري. انا جربت كذا نوع، بس ده اكتر نوع عجبني. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، وتقولوا لي في الكومنتات انتوا جربتوا النوع ده قبل كده، او جربتوا انواع تانية، او عايزيني اجرب ايه تاني. حاجات كوري. باتشات العين اللي معايا النهارده هي بالشاي الاخضر. هي باتشات العين مهمه لانها جاهزه سريعه، بتعمل مفعول عموما حسب انت جايباها، ترطيب، تفتيح للانتفاخات، حسب انت جايباها لايه. وبتبقى حلوة جدا لو حطيتيها تحت الميك اب، يعني قبل ما تحطي ميك اب تحطي واحدة منهم. كمان هي تنفع للسمايل لاين، وممكن لأي مكان في البشرة مش بس للعين، بس هي للعين بتعمل نتيجة حلوة. ياريت وانت بتحطوا اي ماسك للوش بلاش يبقى تحت العين، لانه تحت العين دي منطقة حساسة جدا، طبقات الجلد فيها مختلفة، طبيعة الدهون اللي فيها مختلفة، الدورة الدموية في المنطقة دي مختلفة وحساسة جدا. كمان منطقة العين دي بتبقى زي مراية، والوش كله عموما مراية لحالة جسمنا من جوه، وخصوصا منطقة العين. بدال ان انت مثلا لما يوم بتعيطي تاني يوم بتلاقي عينيكي منتفخة، او ما نمتيش كويس بيبان على تحت عينيكي، منطقة الاي كونتور دي بيبان فيها كل حاجة. مش نايمة كويس، مش شاربة مية كويس، اللايف ستايل بتاعك مش تمام، اذا كان نوم او شرب مية او اكل هيلثي، فكل ده بيبان تحت العين، بتبان كل حاجة. فحلو ان احنا نستعمل حاجة تساعدنا ان احنا نجيب نتيجة كويسة. باتشات العين دي لو اتحطت في التلاجة هتبقى نتيجة تحفة جدا. مكونات بتاع الباتشات اللي معانا دلوقتي، المكون الاساسي فيها الشاي الاخضر. الشاي الاخضر معروف ان هو بيهدي تحت منطقة العين جدا، ولو فيها انتفاخات بتهدى بطريقة ملحوظة. هقول لكم تجربتي معايا بعدين، بس هم فعلا حلوين جدا، مناسب جدا للناس اللي بشرتهم حساسة، او يعني منطقة العين عندهم حساسة، فهو مناسب جدا، مش بيعمل اي احمرار او التهاب او كده. كمان في ناس المايد، ناس المايد بتخلي منطقة تحت العين او البشرة عموما شكل المسام احسن، او الجلد شكله احسن. كمان في زيت جوز الهند، وزيت السمسم، ومستخلصات فاكهة بتهدي المنطقة جدا. جربتي بقى معاها انه لو عندك هالات بسيطة، او هالات نتيجة ارهاق او كده، من اول استعمال هتشوفي فرق. في ناس بشوف فرق معاهم من اول مرة بنسبة 50-70%، وفي ناس لا. انت منطقة العين عندك محتاجة ترطيب، فهي هترطبها. باتشات العين بالشاي الاخضر هترطبها. الشاي الاخضر معروف ان هو فيه مضادات اكسدة. يعني ايه هتفيد ايه في المنطقة دي؟ مضادات الاكسدة يعني ايه؟ يعني انتي لما بتقومي حوالين عينيكي غامق شوية، ودي مش طبيعة المنطقة دي عندك، فدي اسمها اكسدة. وفي نوع من التلف حصل في الاوعية او في منطقة العين دي، فمضادات الاكسدة دي موجودة في الشاي الاخضر، وفي فيتامين سي، وفي حاجات كتير جدا، فهتخلي المنطقة دي تبقى اهدى وشكلها احسن ومرتاحة اكتر، وشكل الجلد كمان احسن. خليني اوريها لكم من جوه. بيجي معاها زي سباتيولا علشان تطلعي بيها الهيدروجيل، بتتفتح كده، هما موجودين جوه، بتقدري تطلعي كده واحده بالراحه وتحطيها على منطقه العين. لو طلعت اتنين برضو بتعرفي تعمليها. يعني السباتيولا دي بتساعدك جدا في انك تطلعي الهيدروجيل من العلبه بتاعته، مش هتخلي الباقي في العلبه يحصل له اي نوع من انواع البكتيريا، لانه احنا مش بندخل ايدينا جوه خالص، وبنقفلها على طول علشان كمان نحافظ على السيرم اللي موجود جوه العلبة، نحافظ ان هو ما ينشفش، نستفيد من كل واحدة في العلبة لحد ما يخلص خالص. بس كده، اتمنى يكون الريفيو عجبكم، وانصحكم تشتروها جدا، وقولولي في الكومنتات الفيديو عجبكم ولا لا، استفدتوا منه ولا لا، وحابين اعمل ريفيوهات تانية من حاجات كوري قولولي في الكومنتات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم قريب. باي.